بكرة توقعاتك لمباراة منتخبنا مع المنتخب السعودي وأيضا المباراة الثانية مباراة العراق والبحرين؟ أنا عندي اثنين إن شاء الله ننجح فيهم، 1-0 منتخب قطر ولا 2-1. إذا أختار بيناتهم راح تكون 2-1 منتخب قطر. وأكرم بيسجل؟ إن شاء الله، إن شاء الله هو الفوز أهم. نعم بالفعل. اللي سجل إن شاء الله لما دابي يفوز منتخب قطر. البحرين أو العراق ما عليك من كابتن هوار يعني، ما عندك مشكلة من كابتن هوار يعني، توقع على راحتك يعني. أوكي، شفت منتخب البحرين، شفت منتخب العراق. بالنسبة لي هي مباراة صعبة، لكن بالنسبة لي منتخب العراق راح يفوز. منتخب العراق. أوه هوار، عيش عيش يا هوار. أنا من محبين يونس محمود. والله. 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 يعني صراحة يعني إحنا نتمنى أمانة، نتمنى أن يعني العراقيين يفرحون ويعني يصعدون للمباراة النهائية، لكن عاد في النهائي وياكم هوار لا عاد تقعد هناك آخر شيء بعدين هنا. والله يا أخي صراحة الكورة ظلمة والله. يعني قال شيء حين كابتن بغداد، ظلم صراحة، يقول لك أنا من عشاق يونس محمود، إلا أجنحة يسوون الشغل والشغل، يرأس الحربة ياخذ اللي بالأدوار يطلعهم في هذا وهذا. لا لا بس هذا ما ينضبطي، اسمع سوى الشغل بأساسي كله. اسمع هاي ما ينضبط على بغداد، بغداد يطلع برا 18 ويجيب الكورة ويشارك. ايه راشد قاتل بغداد، المدافعين مظلومين دائما، المدافع لا تشوف المدافعين والحراس دائما مظلومين. يونس لاعب كبير ويعني خدم الكرة العراقية مهاجم يعني، يمكن مهاجم يعني احترامي لأحمد راضي وحسين سعيد، بس يونس كان يعني مثل ما يقولون قناص يعني، في كان في أي فرصة يعني يسجل بالضبط، بس كان لاعبين كلهم نجوم يعني. يونس احنا نتكلم عن يونس. نعم. يونس رفع كأس آسيا للعراقيين، الحمد لله. بغداد رفع كأس أفريقيا للجزائريين، يعني بالتالي هم كلهم نجوم. احنا نشكرك كابتن بغداد، وبالفعل انا شخصيا تشرفت ان انت تكون معانا اليوم وناخذ معاك هذه الدردشه يعني بشكل سريع، واحنا ما نبي ناخذ من وقتك يعني، انت مع اسرتك فما نبغي ايضا يعني نعطلك يعني. يشرف لي كما قلت لك، والجو هنا وايد حلو مع الـ مع الـ مع الاشقاء، وكان كان كلام وايد حلو. الله يجزاك خير، وفرحان كي شفتكم اليوم، وان شاء الله نتمنى المنتخب قطر بخير. احنا نتمنى لك كل الخير يا كابتن بغداد. شكرا. كان هذا تقرير مباراة العراق مع المنتخب البحريني، طبعا هذه المباراة مثل ما قلنا على استاد عبد الله بن خليفة، وترى انا عندي 4 تذاكر هوار بعطيك اياهم. اوكي اربع تذاكر لمباراة العراق واليمن. أنا لما دخلت الموقع أبي أحجز لمباراة منتخبنا العراق والبحرين، أنا إيش قلت اليمن؟ اليمن. والله تدري ليش؟ لأن أنا بقول حق علي السادة ودنا سمعنا طرب اليمني، طرب يمني. والله العظيم معلش دخلت الموقع ما لقيت مباراة منتخبنا، لقيت العراق والبحرين موجودة من أمس، قلت يلا خلنا أحجز 4 تذاكر. والله أديش أخذت له والله. لا والله خذت أنا 4 هذا موجودين عندي. يستاهل. أوكي. نعطيهم أمره من عندي جمهور العراق. لا أبشر يا يعني كابتن، عندي سؤال. جمهور العراقي يقول نحن دخلنا على الموقع مال كلنا دخلنا على بطايق الملعب، يقول 5 دقائق ويسكرون ورا 10 دقائق. في مشكلة ضغط. شوف أي موقع في العالم في أي بطولة في العالم ما هو راح تدخل يعني وهالشكل بشيل تذاكرك وتطلع، يبغي له تصبر على الموقع ويعني تنتظر. ما شاء الله يعني جمهورنا بالضبط يعني هو يجاه صراحة. كابتن هوار، بكرة المنتخب العراقي مع البحرين. أكيد أول شيء تعرف يعني لازم ترى في توقعات كثيرة للبحرينيين. أكيد يعني وجايبين جماهير، جايبين طيارتين. أكيد نحن طيارتين من الجمهور البحريني راح يجي. نعم. لمؤازرة المنتخب أمام العراقيين. أول شيء أخ راشد لازم أهم شيء نحترم المنتخب البحريني. يعني منتخب منظم، يمكن آخر 3 مواجهات يعني تعادلين وفوز للمنتخب البحريني. يمكن فريق يعني مدربين صار يعني مكسوف الفريقين يعني تعرف في وقت قصير يعني لعبوا 10 أيام يمكن مبارتين في تصفيات كأس العالم. أول مباراة 0-0. أول مباراة تعادلوا في بحرين. أوكي. وفي الأردن 0-0. يعني مباراتين كلها تعادل. نعم. فريقين متشابهين. غرب آسيا فازوا علينا نهائي في العراق.
نعم. بس في بطولات كاس الخليج سبع انتصارات للمنتخب. اي لا احنا اكثر بطولات كاس الخليج. كاس الخليج نعم. مره واحده في منتخب البحرين اللي فاز. والبحرين لهم فوز وحيد على العراق. نعم. وتعرف باكر كل العراقيين ينتظرون هاي المباراه، يريدون فرحه ولاعبين عازمين صراحه. بس المنتخب العراقي قادر على الفوز يعني. يعني انا اقصد ان اليوم العراقيين عندهم طرد من مباراه من نعم مباراه اليمن مصطفى محمد. نعم. بس عندنا علي مهاوي وعندنا اللاعبين الوحيدين العفو علاء عباس. لا قمت تكح هوار من الحين. لا قمت شاركت علينا يا هوار من الحين. ها شوي جو اقول جيبونا ماي وبجيبونا ماي، ترى المباراه بكره يا هوار. لا احنا ما نخاف ان شاء الله. وقلت لك عندنا علاء عباس يمكن مصاب، وسعد ناطق يمكن راح يقعد على البنش تعرف على مود الكسر في الان. نعم بس نعم لاعب شجاع قال اني راح اكون موجود ان شاء الله، وخاصه المنطقه اللي لعب فيها كلها مالت كره هرويه وهدها. نعم. بس يعني ممكن تجي الاصابه كوره انه لاعب. هم مسوينا قناع صراحه في في في, في, في الماسك التنشن. نعم. بس عندنا علي فايز وعندنا احمد ابراهيم علاء هجوم على الزهره. نعم. التشكيله يمكن ونفسها يمكن ما في تغيير، يعني التشكيله يمكن المباراه الاولى يعني يمكن اربع ثلاث لاعبين اساسيين يكونوا موجودين. هوار انت خايف؟ لا لا صحيح. لا والله والله لا والله انا احس انك خايف. لا لا بالعكس. انا شوف العراقي ما يخاف. انا اقول لك العراقي ما يخاف اكيد كابتن. لكن انت ما ادري ايش بلا. انا ما اخاف ما ادري من البرد. يبقى طيارات البحرين صراحه طيارات البحرين. بس انا شنو انا احترم المنتخب البحريني فريق منظم صراحه. يعني ثلاث لعبات اللي امام المنتخب العراقي فريق منظم ومنظم دفاعيا. نعم. يعني هسه كل شارع العراقي يقول منتخب طيب البحرين. عطني توقعك امنياتك اكيد العراق يعني أكيد. لكن توقع كم شلون الوضع راح يصير؟ هل راح يكون في فارق اهداف او مباراه مغلقه فرق واحد؟ 2-1 للعراق ان شاء الله. 2-1. نعم. سعيد مجموعتكم كانت البحرين. انا اشوفها مباراه متكافئه بين الفريقين بين المنتخبين. يعني شفنا المنتخب البحريني شفناه من اول مباراه ضد المنتخب العماني كان منتخب منظم. المباراه الثانيه ضد المنتخب السعودي تغير الوضع لما لعب المنتخب السعودي بالفريق الاول 11 لاعب اساسي باللاعبين الاساسيين تغير عليهم الوضع. نفس الشيء في عده تغييرات. نفس الشيء المدرب غير مدرب منتخب البحرين. نعم. في مباراه الكويت شفنا يعني ضعف كثير للمنتخب البحريني، ما شفنا نفس اللعب اللي لعبها المباراه الاولى ضد المنتخب العماني او المنتخب السعودي. يعني شفنا المدرب فاتح المباراه بشكل كبير، استقبل هدفين ضد المنتخب الكويتي، مع ان المنتخب الكويتي ما كان في المباراه ند قوي ضد المنتخب البحريني. اعتقد عنده فرصه لازم يفوز. اي كان لازم يفوز. بس بكره 50-50 كابتن عادل. العفو المنتخب البحريني ما يفتح امام المنتخب العراقي. ما يفتح خاصه المباراه اللي هذه هو هذا شبه النهائيه والهاي بيكون الفريق صعب وفريق يفاجئ الفرق دائما في الادوار هذه. شوف لف 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 رد على المنتخب الكويتي. انا ما قلت والله قاعد اطالعك مبتسم. شوف والله المنتخب امانه المنتخب البحريني طبعا احنا نقول له قد لك على الصعود لكن غير مقنع. يمكن قدم شوط او في ساعه الفريق. لحظه اسمح لحظه. كل فريق فاز عليك يقول الفريق العماني خمسة ريالي الا المنتخب الكويتي المقنع. ما يصير يا ابو موسى بعد ما يصير. انا ما انا يا اخي الرهش متى بيوصل؟ بكره ان شاء الله. اوكي شوف لا امانه شوف يعني الفريق البحريني لعب ثلث ساعه امام المنتخب البحريني العماني كان هو الفريق الافضل في اخر ثلث ساعه. امام المنتخب السعودي كان غير موجود. أمام المنتخب الكويتي مثل ما قال كابتن سعيد يعني ما كانت خطوطه مفتوحه. يعني احنا لو كان عندنا الحظوظ يمكن بدر مطوع لو كان مكمل المباراه احنا كنا نتغلب على الفريق البحريني. لكن ظروف المباراه الاصابات الارهاق اللي فيه. توقعك عطني توقعاتك مباريات بكره. قطر السعوديه اتوقع مثل كابتن بغداد اتوقع 2-1 حق قطر. والبحرين والعراق. العراق 3-0. عادل ان شاء الله منتخبنا فرق اثنين والبحرين والعراق عليها كلها فرق اثنين. عطنا نتيجه كلها فرق اثنين. اقول لك فرق اثنين زين. لا اقولها صح يصير. عادل عطني مباراه العراق. صفر. يا عادل عطني العراق ان شاء الله.
والله العراق وهاي صعب، لان الفريق البحريني يفاجئك في المباريات الحساسه. يعني افضل لي عراقيه. عراقيه هوار طبعا تمنى العراق. قطر والسعوديه 2-0 قطر. قطر سعيد 2-0 قطر، 1-0 العراق. واحد يعني كلكم تتوقعون ان قطر والعراق على النهائي. بس ثبت ها ثبت. إيه لا كل شيء.